الو، اطلقوا عليه اطلقوا عليه اطلقوا عليه اطلقوا عليه. كفو كفو كفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نستكمل جيم امس، مشاهدة ممتعة. خلينا نساعد اخويانا هنا. حلو، خلنا نضعفهم، هذا شيء مفيد لنا. حلو، ضدنا 3 دبابات رجلين آليين، وعندنا دبابتين رجل آلي. الله الله الله، شوف الرشاش اللي معه. حلو، هذا تحركاتنا. شوف الخطة اللي بدمرهم تدمير. شوف شوف، ايوه يا مال العز، عز عز. دم ايوه، رش رش رش. دمرت الدبابة، فزنا معركة سهلة. والله كانت معركة سهلة، والله القدرة مفيدة صراحة اللي طورناها. اوكي، 3 دبابات واليين، واحنا عندنا لا 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 لا، احنا متوقعين بالعدد الاول. ثاني مره معجزه، ايزي 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 الفوز، ايزي. حلو، هذه خطتنا، شوفوها. ايوه صاريخ، دمرنا. حلو، يلا دمر بعد انت، يلا. والله قطع بس الصاروخ الجاي قدام على طول ينفجر يا اخي. لا، وفزنا بدورتين بعد. معركة سهلة مرة، سهلة بشكل مو طبيعي. اللعبة صارت اسهل. وش هذا اللي بناخذه؟ عطنا. حلو، الان هم 56. ابي لي اضرب هذه القاعدة. ياسين عنده عيد ميلاد يا رجل. يلا بس غنوا له غنوا له. اوكي، في عندهم 3 ابراج دفاع، 1 2 3. اوكي بس حلو، واليين دببتين. تمام تمام، حلو خططنا. شوفوا يا شباب، يعني بنخلي التانك يروح قدامه بسرعه بسبب الداش حقه، بعدين يطلق عليهم رشاش. مره الداش حقه عالي، يعني اوريكم ملاحظه وينه. شوف شوف شوف، ينقز كل هذا الداش بس. ايوه قسيس يا اخي الاداء. شوف 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 الدرع، ايوه صده، صديته بالدرع. بعد اطلق عليه، اطلق عليه. الله ياخذه، جاء قرب مني يطلق صواريخ في وجهي القذر. الله الله، ايش صار ايش صار ايش صار هنا؟ اوكي، انحاش، دوج صواريخ، طلق على الجدار الحمار، اطلقوا عليه. ايوه دمره، كفو مشعل. لحظة، ليش جسم تحلالي انا حقي؟ خلاص فزنا الحين. خلاص خلاص، واضح واضح ان الارض اللي بنحتلها غصبا عنهم. اوكي، هذه الاشياء اللي باخذها بس. حلو، كبستي هوم جارديان. حلو، لكن نحتاج واحدة ثانية نحتلها. اخي ما ماش. ها تعال تعال تعال، انا اجيك. something in the distance. وين؟ take him abroad. كبستي زايد 1. take him with you. خليه يدخل، انا نوريه القليل ادب ذا. الله، خطتنا بسيطة، بنحاول نرسل مشعل يتوزع ورا المنطقة هذه عشان ما يستهدفونا اليمين،
وبنرسل اسمه صندوق كبير هنا، وبنخلي على قولتهم ياسين يطلق صواريخ عليهم من اخر الدنيا، ويوفق طويل العمر نبيل ينتفهم كالعاده. جو راح 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 ياسين راح. ايوه ايوه دمرنا التانك حقهم. الله 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 كسرناه تكسير. حلو تبدا المعركه. هذا انحاش طبعا الجبان، دمرنا الدبابه ذي، دمرنا الثانيه او ما دمرت غريب الا دمرناها. حلو الالي هذا ما جاء شيء. الله يقطع بليسه. روحوا اقتلوا الالي هذا القذر، اقتلوه. لا ضلا من طاح. الطيار مات بنتأكد. القائد مات. يا هذا الليل هذا ما كنت بيصير. هذا 315 هنا 292. لا نحتاج طيار خامس احنا. هذا الليل نبيل المسكين مات. الله رحمة الله عليك يا نبيل، كنت انسان طيب. والحال احتاج انحاش، احتاج انحاش. نسميك ابن نبيل عشان ما تنسى نبيل ابد. كان انسان طيب خلوق لكن مات رحمة الله. والله وما ممتك انك تنتقم يا ابنه يا ولده. أنا وقت انتقام عشان نبيل يا أيها المحتل القذر. لحظة إذا سويته كم ينقص؟ أوه خليه 180، خليه مضاعف أحسن. جهزنا نبيل ابن نبيل للمعذرة لينتقم عشان أبوه. شوف الآلي حقه سلاح مختلف تماما، نسميه ستار رقم 7. اتوقع انك تحقق انجازات زي ما حقق ابوك يا نبي ابن نبيل. وهم انتقام نبيل اكشن. اطلع قبل كنت مصدق. بسم الله اضرب. هذا ما راح يموت. اوكي دمرنا دبابه، دمر الثانيه ما يبي لها شيء. حلو. او لا لي شو مات؟ شو مات؟ عادة؟ الو اطلقوا عليه اطلقوا عليه اطلقوا عليه اطلقوا عليه. كفو كفو كفو. اوه انتهينا منه. لا لي مغبي ده. دمروا دبابة. انا ذر فيكتوري. هذه العقبة. كفير. فزنا الحين صح؟ ايوه رجعنا. هذه الارض راح تتذكر نبيل المحارب الشجاع اللي ضحى بحياته عشان يرجع ارضه من المعتل. لحظة ايه اسوي ريكفري. اتمنى الحلقة نالت على اعجابكم. انا حاولت انقص قدر المستطاع مدة المقطع في اكشن كثير عشان تستمتعون فيها وانتم تتقدمون ولا تفطرون او ايا كان. فلا تنسون من اللايك وزر الاشتراك واكتب تعليقك في الفيديو. حفظ الرحمن، مع السلامة. وصح قبل ما انسى نبيل المعذرة ان شخصيتك ماتت، ترى ما هو مقصدي. مع السلامة.